نظمت كلية الإعلام بجامعة بغداد مؤتمرا توعويا بمشاركات عربية كخطوة لمحاربة العادات الدخيلة على المجتمع العراقي. ما يتعرض له البلد من مجموعة من التقاليد والعادات الطاغية عليه مثل المثلية وما ينسب للجندر تفضل عن مخاطر المخدرات بشكل عام. يجب أن يكون للإعلام دور توجيهي يرتبط بقيم المجتمع، يرتبط برسالة المجتمع بشكل عام، وكذلك هنالك مخرجات لهذا المؤتمر من البحوث والدراسات نأمل أن تكون وتجد لها طريق إلى وسائل الاتصال والقائمين عليها. هذا المؤتمر تناول قضايا مهمة وكذلك أشياء دخيلة على المجتمع العراقي يحاول معالجتها من خلال تناولها عن طريق وسائل الإعلام. طبعا المؤتمر والبحوث والمشاركات اللي موجودة كلها تعكس توجه وزارة التعليم على البحث العلمي وجامعة بغداد نحو التفاعل مع المجتمع وحل إشكالياته. ارتئينا كمجلس كلية أن يكون محور المؤتمر لهذه القضايا. حقيقة وضعت عدد من المحاور، قسم الصحافة وقسم الإذاعة والتلفزيون ومن ثم قسم العلاقات العامة، كلها تتناول حلول لمشاكل واقعية في المجتمع العراقي أو العربي أو الدولي. هذا المؤتمر هو المؤتمر 16 السنوي العلمي في كلية الإعلام، والذي كان تحت شعار وسائل الاتصال في المجتمع، اللي يهدف إلى معالجة القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلمية بمشاركة 40 بحثا، وهناك إصرار من عدد من الدول العربية بالمشاركة من قبل 8 باحثين لجامعات عريقة، هي كل من سلطنة عمان، مملكة البحرين، جمهورية مصر العربية، فلسطين وليبيا. حقيقة نعمل جاهدين على أن تكون هذه نتائج هذه المؤتمر مبشرة بالخير، وممكن تعميمها في صالح المجتمع العراقي.